منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا ميشر يا ربي يكون بكنت من يقول جرولانا درسي والبرسيسون والكراسيسون خلا ربيتي واللاهون تلقي بالقدو جيرون نتي قلقات الرحفون دندين والنياتسون في وجراتون أجر ربي اللو ختمون جيرون نام ربي نغرتين من جيسين الغرو اتي لم تسي ونحب ما يرضى للأمان يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له السلام عليكم يا ما خاب من يبغي دوما رضا مولا سرنا 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 بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا Every decision that you make, inshallah subhanahu wa ta'ala, that will always be the best for you. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, we pray to Allah, we make dua every day to die. This life is counted days. This has precedence in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and precedence in the way of the Sahaba. In the way of the Salaf, there is precedence for this. مولاه في مسعاه يا إخوان